اجتمع معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية مع معالي الدكتور يوسف بن أحمد العثمان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي. وخلال الاجتماع أشاد وزير الخارجية بالإسهامات الملموسة التي يبذلها الأمين العام للمنظمة في الارتقاء بعمل منظمة التعاون الإسلامي ومساعيه الدؤوبة لتطوير أدائها بما يتواكب مع المتغيرات والتطورات التي تشهدها الساحتين الإقليمية والدولية، ويلبي أمال وتطلعات الشعوب الإسلامية في التنمية والسلام، منوها معاليه بالدور البناء الذي تقوم به منظمة التعاون الإسلامي في التعامل مع التحديات الكبيرة التي تواجه العالم الإسلامي والدفاع عن قضايا الإسلام والمسلمين ونشر قيم التسامح والاعتدال وتعزيز الحوار والتفاهم بين كافة الشعوب. من جانبه عبر معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي عن شكر وتقديره لمملكة البحرين لحرصها على دعم عمل المنظمة وأنشطتها في كافة المجالات ودورها في المساهمة بتعزيز الأمن والاستقرار وإحلال السلام في المنظمة، متمنيا لمملكة البحرين دوام التقدم والازدهار.